كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، ده شعار الراجل متعدد العلاقات الذي لا يكتفي بأنثى واحدة في حياته. إيه سيكولوجية الراجل ده؟ الحقيقة دراسات كتيرة اتعملت على هذا النوع من الرجال، ولقوا إن في كذا نوع. الحقيقة في النوع اللي حضرتك قلتيه في المقدمة، وده اللي بنسميه الشخصية السايكوباتية النصابة، اللي هو بيجد لذة غير عادية، وده دافعه الحقيقي في إنه يوقع السيدات في شباكه، ومن هنا بيحاول يستغلهم يا إما استغلال مادي وشفناه في الأفلام العربي القديمة كتير، أو يستغلهم لنفسه. يعني إيه لنفسه؟ هو محتاج دايما حاجة تأكد له إنه شخص جميل، شخص مرغوب فيه، فدايما محتاج إنه واحدة تعجب بيه، وبعدين واحدة تانية، وواحدة تالتة، وواحدة رابعة، وللأسف لا نهاية لتلك السلسلة، دائما هو في حاجة إلى ذلك. وأهم ما يميز هذا النوع من الشخصيات بقى عدم قدرته على إحساس بألم الآخر. يعني زي ما حضرتك قلتي في المقدمة كلام جميل جدا، هي اتجرحت وبتلوم نفسها ومتألمة، ورغم كده هو لا يشعر بهذه الأشياء أبدا، هو متقوقع ومتمركز حوالين نفسه. مش غلطته خالص، هو لا يرى إلا احتياجاته. أنا محتاج دلوقتي إحساس إن أنا محبوب، بغض النظر هيحصل إيه للطرف الآخر. فالحقيقة ده من أشد الأنواع قسوة، ومن أشدهم خطورة. في نوع تاني بقى، هو مش قناص وبيخطط زي الراجل اللي حضرتك وصفتيه، هو شخص اندفاعي، دائما هوائي، دائما في كل حياته بيغير من حاجه لحاجه، بيلاقيه بيغير شغله، بيغير الست اللي بيحبها، بيغير اصحابه. ملول يعني؟ ملول ومندفع. انا ممكن اكون ملول وما اعملش حاجه، ازهق وخلاص، لكن عنده اندفاعيه. تلك الاندفاعيه بتدخله من علاقه لعلاقه لعلاقه، ودائما هذه النوع من الشخصيات عندهم حاجه غريبه كده في طريقه تفكيرهم، تفكير ثنائي القطب، يا ابيض يا اسود، يا ملاك يا شيطان، يا جميله يا وحشه. فنلاقيه حب واحده واندفع تجاهها بشغف غير عادي، وبعديها بيومين ثلاثه اسبوع بالكتير فقد كل الاهتمام وزهق منها، ويحولها في دماغه الى شيطانه لا يجب الاقتراب منها، ويحول طاقه الاعجاب والاندفاعيه والشغف الى واحده جديده. برضو زي النمط الاولاني، مش مهم هي حصل لها ايه، المهم انا استريحت. في نوع ثالث اللي طلع برضو في بعض الروايات المصريه والادب المصري، النوع اللي بنسميه الاعتمادي او ابن امه، اللي دائما بيدور على حد او واحده ست تاخد بالها منه، ودايما راسم في ذهنه صوره مثاليه للست لازم يكون شكلها ايه، وايه اللي لازم تقدمه له. طبعا ما فيش هذه الصوره المثاليه غير واقعيه، فيدخل في علاقه تقدم له بعض احتياجاته، وبعد كده لا يجد الاحتياجات التامه اللي هو عاوزها، فيغير ويغير ويغير. هذه الانماط الثلاثه اهم ما يميزهم مع بعض بقى عدم الاحساس بالاخر. انا كل اللي يهمني انا، مش مهم الست حصل لها ايه، مش مهم اي حاجه حصلت لها ايه. في نوع بقى رابع اللي بنسميه يبحث عن اللذه والمتعه في كل حاجه في حياته، اللي بنسميه كده لما بنعمل لهم دراسات الشخصيه الباحث عن اللذه. يعني هو ما عندوش اهداف تانية خالص، لا عاوز ينصب ولا مندفع ولا ملول، ولكنه يبحث عن اللذه في حياته، حتى لو هي لذه الوصول، ان انا بس اسعى لهدف فاقدر اوصله فخلاص. بس لذه ان انا احضن، زي ما لذه ان انا اكل اكله جامده، زي ما لذه ان انا اشرب مخدرات، زي ما لذه ان انا اعمل اي شيء اثاره، البحث عن الاثاره. طبعا ده نتيجه لان هو دائما يبحث عن الاثاره، فهو دائما يقفز من سيده الى اخرى، من بيت الى بيت، من حجره الى حجره. ده نمط. كمان عندنا نوع اخر، انا بس عاوز اوريك حاجه قد ايه تعدد الانماط اللي ممكن نقول عليهم راجل نسوانجي او راجل متعدد العلاقات. نوع اخر بقى مختلف تماما، نوع مريض نفسيا، عنده مرض نفسي يحتاج الى علاج. طب ما كل اللي قبل كده ده برضو يعتبر، لا كلهم عندهم اضطرابات في الشخصيه، يعني شخصياتهم مش مظبوطه، ولكن اللي عندهمش مرض نفسي واضح، بس ده برضو بيحتاج دكتور يتدخل، بيحتاج تقويم سلوكي، ولكن ما بيتشخص بتصنيفات طبيه. يعني الزوجه او المراه اللي على المرتبطه او اهله يقدروا يقوموا، يقدروا لان ده محتاج يعني تقويم سلوكي. زي ما يكون عندي طفل كده صغير وبعمل ايه، بحاول كذا. اللي عنده ازمه منتصف العمر، دي بقى شفناها وبنشوفها كتير الحقيقه الايام دي، نتيجه ان الظروف الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه بتخلي الناس دلوقتي بتشتغل من سن مبكر جدا، والحياه بتاخدهم، ففي فتره في حياتهم ما عاشوهاش، فتره الشباب والانطلاق والمرح، فيجي على سن 45 50 سنه كده يريح حياته، فيشعر بنوع من الاسى والاكتئاب انه ما عاش شبابه، ودلوقتي بيكون ربنا وفقه بقى مع شويه فلوس، فيبتدي يعيش شبابه من اول وجديد. اللي هو نلاقيه ايه، راح زرع شعر، مش عارف ركب، عمل عمليه ليزك، غير طريقه لبسه، بالظبط، يبتدي يعيش مراهقه متاخره، بيعيش حياته من اول وجديد. فتلاقيه ساب الاسره المستقره اللي هو عايش فيها وراح يصاحب واحده قد ولاده، واحده قد اخته الصغيره، وينتقل من
بيسموها حضن الى حضن الى حضن في محاوله لتعويض سنوات عمره اللي ضاعت. طبعا بعد شويه بيفوق مش لا وبيكتشف ان هو دي مش مرحله العمريه بتاعت كده. ده بقى غلبان لان ده بيكتئب وبيحتاج فعلا مساعده طبيه. وده اللي بنقول ايه بقى، بيرجع لزوجته بعد كده نادما. ويا رب يكون بس هي لسه ايه محافظه على هذا الود وتسمح له انه يعود مره ثانيه، لان ده فعلا غلبان عكس التانيين اللي هم ايه شخصيات مش متظبطه.